أنا فرحان علشان بس مولي يعترف بحبه ليا يا ماما. يعني مولي هيتقدم لك ولا انت شايفة ايه؟ احنا متكلمناش في الارتباط، بس اكيد يعني هيتقدم لي. تتكلمي على الارتباط وشوف هو رد عليك ايه بقى. وفي حاجة يا ماما ولا ايه؟ انت مش عايزة تقوليلي في حاجة حصلت ولا ايه؟ بقولك ايه يا ريكا، انت لسه جديد معانا، يعني عايزك تلتزم وتثبت نفسك وتسمع كلام حمو عشان نبدأ كده شغل على نضيف. تمام يا فخامة، كلامك أوامر، كل شيء إن شاء الله يمشي زي ما أنت عايز. مقدم لك عريس محمود ابن أنكر الرؤوف. يعني أعمل إيه دلوقتي يا ماما قوليلي؟ مفيش حل غير أنت تقولي لمودي إن جايلك عريس، شوف هو يقولك إيه وخلاص. حاضر يا ماما، هقول لمودي النهاردة. جدع يا ريك، شكلك بتسمع الكلام وتنفع معانا، كله أكيد بتوجيهاتك يا زعيم. على فكرة يا مودي، ماما كلمتني وقالت لي إن في عريس متقدمني. وأنكل الفريد وافق ولا الحكاية إيه؟ على فكرة يا حمو، في واحد اسمه ريك هيجي يشتغل معانا وعايزك تقابله النهاردة. تمام؟ أنت لسه متضايق وزعلان مني يا زعيم؟ أنا عملت إيه يا زعيم؟ أنت عايزني يعني أمشي يا زعيم ولا إيه؟ بابا لسه ما قاليش، انا عرفته من ماما، بس لو بابا قال لي مش عارف ارد اقول ايه. انا رايي ان لازم اكلم بابا ونيجي انا وبابا نطلب ايدك، ده الحل الوحيد. اسمع مني، انا مش عايزك تمشي ولا حاجة، عايز بس انتوا الاتنين تبقوا فاهمين الشغل مع بعض، وانا الفترة الجاية هبقى مشغول، فعايزكم انتوا الاتنين تبقوا مع بعض وتسمعوا كلامي، مش عايز حد يشغل دماغه، فاهم؟ أيوة فاهم سعادتك، فاهم. إن شاء الله هيبقى شغل كويس إن شاء الله. يعني ماشي ماشي ماشي. بقول لحضرتك يا ماما، أنا كنت عايز أكلمك في موضوع مهم. خير يا مودي؟ في إيه؟ شكلك زعلان، في حاجة حصلت ولا إيه؟ ماما أنا بحب شاهي بنت أنكل فريد، وهي كمان بتحبني، وهي جاي لها عريس ومش عارف أعمل إيه. أنت اشتغلت فين قبل كده إيريك؟ عايز أعرف يعني، بس العالم بتاعنا ده بيحتاج لخبرة وذكاء والحاجات دي، يعني أنت ذكي وخبير بقى ولا إيه؟ انا لسه بتعلم، انا في الموضوع ده بس بقالي 3 سنين كده، لكن انا كنت انسان كويس بقى، بس اعمل ايه بقى؟ مش عارفة باباك هيوافق انك تخطبها ولا لأ، بس هنعمل محاولة ونشوف. يا رب يوفق يا ماما، والبركة فيك طبعا. تصدق انا من الضحك قلبي هيقف. كنت انسان ايه كويس؟ ايه اللي جابك هنا يا عم الحاج؟ انت انسان غريب والله. بس يلا بقى نعمل ايه؟ لما البلاوي بتظهر واحنا مش عارفين.